مرحبا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ سنقرأ معا الصورة. انظروا جيدا، إذا أردنا أن نقرأ صورة علينا أن ننتبه إلى الألوان والأشكال والشخصيات التي نراها في هذه الصورة. دعونا ننظر إليها. ما هو اللون الغالب في هذه الصورة؟ أي اللون الذي نراه بوضوح أكبر؟ هو اللون الأحمر. إلى ما يرمز اللون الأحمر؟ إذا رأينا هذا اللون الأحمر ورأينا أيضاً حيوانات عديدة في هذه الصورة، ماذا تمثل هذه الصورة؟ ما هو المكان؟ هنا لدينا السيرك. السيرك عادةً اللون الغالب فيه هو اللون الأحمر، نرى خيمة السيرك حمراء. هنا نرى صورة أسد ودبين، لدينا صورة الأسد والدبين. إذن هنا لدينا السيرك، انظروا جيدا ماذا نرى هنا؟ الأضواء، هذه الأضواء هي التي نضعها لكي يستطيع المشاهدون أن يروا العرض بطريقة أفضل، هذه هي الأضواء. ونرى أيضا نجوما للزينة. العنصر الأهم في هذه الصورة هو المشهد الأول. المشهد الأول في الصورة أي الأمامي الذي يأتي أولاً. انظروا إليها، لدينا هنا مسرحاً كبيراً، وعلى هذا المسرح في وسطه نرى نجمة. النجمة تدل على النجومية أي التميز. وما هو المميز في هذا السيرك؟ المميز هو الحيوانات. ماذا تفعل الحيوانات؟ أو ما هي الحيوانات التي نراها أولاً في هذه الصورة؟ نرى هنا لدينا الكلب، هرة، وهنا أيضاً نرى نمراً وحصاناً وقرداً وأيضاً فيلاً. إذن هذه هي الحيوانات. وماذا لدينا هنا أيضاً؟ لدينا المدرب. المدرب هو عنصر مهم جداً في السيرك. لماذا؟ لأنه هو الذي يدرب هذه الحيوانات ويساعدها لكي تقدم العرض. إذن هذه الصورة تمثل لنا مسرح السيرك، وفي هذا المسرح لدينا عدد من الحيوانات التي تقدم عرضاً بمساعدة المدرب. هكذا نكون قد قرأنا هذه الصورة. هل تحبون السيرك؟ هل تحبون أن تذهبوا وتشاهدوا السيرك؟ انتقلوا معي الآن في الفقرة الثانية لكي نقرأ نصاً معاً. تفرجوا تفرجوا يا أيها الصغار، ها العرض قد بدأ بعد طول انتظار. لنلهو ونتعرف على القرد والحمار، فنلعب ونمرح ونضحك باستمرار. تفرجوا تفرجوا يا أيها الصغار، ها العرض قد بدأ بعد طول انتظار. تذكروا معي نص كوكو، اقرأوه معي. أنا كوكو، هكذا يحلو لمدربي في السيرك أن يناديني. اسمي الحقيقي هو القرد، أعيش في الأدغال والجبال. إني هزيل الجسم والوبر يكسوني، وأحب أكل الموز كثيراً. يقول مدربي إن ذاكرتي قوية وإني حاد البصر. نحن القردة نحب اللهو والحركة، نجيد التقليد. نحن مسالمون، طباعنا لطيفة وذكاؤنا ظاهر، لذا يسهل تدريبنا. إذن هذا هو النص الذي قرأناه في الحلقات السابقة، والآن سنجيب عن بعض الأسئلة. سأراجع معكم بعض المعاني. أنا كوكو، إذن كوكو هو الذي يتكلم، مدربه يحب أن يناديه بهذا الاسم. إذن يحلو لمدربي أي مدربي يحب. اسمي الحقيقي هو القرد، هو حيوان اسمه القرد أو نوعه هو قرد،
واسمه أو كما يناديه مدربه يناديه كوكو. أعيش في الأدغال والجبال، هو يعيش عادة في الأدغال والجبال، وهو هزيل الجسم، تذكر هزيل أي نحيف، والوبر يكسوني، يكسوه الوبر، وأحب أكل الموز كثيراً، هذا هو طعامه المفضل. يقول مدربي إن ذاكرتي قوية، مدربه يقول عنه إن ذاكرته قوية جداً، وهو حاد البصر يستطيع أن يرى عن بعد. نحن القردة نحب اللهو، يحب أن يلعب وأن يتحرك وأن يقلد الأشخاص، وهو مسالم أي إنه يحب الناس لا يؤذيهم، طباعه لطيفة وذكاؤه ظاهر، إنه حيوان معروف بذكائه ودهائه، دهائه أي ذكائه، لذا يسهل تدريبنا، إذن لذلك يسهل تدريبه. الآن سننتقل لكي نقوم بالتمارين حول هذا النص. إذن نبدأ أولاً، سأبدأ بهذا التمرين. أضع إشارة X لأدل على المعنى المناسب. لا نعتدي على أحد، لا نعتدي على أحد. ما معنى نعتدي على أحد؟ أي نؤذيه، نأتي ونؤذي شخصاً ما. لا نعتدي أي لا نؤذي أحداً. إذن نحن طباعنا هل هي شرسة؟ هل طباعنا شرسة أم طباعنا مسالمة؟ كيف هو طبعنا؟ شرس أم مسالم؟ طباعنا لا نعتدي أي طباعنا مسالمة، طبعنا مسالم. سأضع علامة X. لا نعتدي على أحد أي نحب الناس لا نؤذي أحدا، طبعنا مسالم. طباعنا لطيفة، ما معنى طباعنا لطيفة؟ طبعنا تتسم طباعنا بلطف ظاهر، هل نحن فعلا لطفاء أم نتظاهر باللطف؟ أي نحن في الأصل لسنا لطفاء ولكننا نمثل أننا لطفاء. ما معنى طباعنا لطيفة؟ أي نحن في الأصل لطفاء، تتسم طباعنا بلطف ظاهر. إذن سأضع هنا علامة X. الآن أشطب الكلمة أو العبارة الدخيلة على كل من المجموعتين الآتيتين. إذن سنشطب الكلمة أو العبارة الدخيلة، الدخيلة أي التي لا تنتمي إلى المجموعة. صفات خارجية، تحدثنا عن الصفات الخارجية في الحلقة السابقة وقلنا إن الصفات الخارجية هي صفات تحدد المظهر الخارجي، الشكل، الشعر، العينان، الفم، اليدان. صفات خارجية، هزيل الجسم، هل هزيل الجسم تعبر عن الصفات الخارجية؟ عندما نقول نحيف، هزيل، يدل هذا على شكله، إذن هي ضمن الصفات الخارجية نتركها. ذكي، الذكاء، هل يتعلق الذكاء بالصفات الخارجية؟ هل تتعلق بالشكل؟ كلا، الذكاء يتعلق بالصفات الداخلية بالمضمون، لذلك سأشطب كلمة ذكي. الوبر يكسو جسمه، الوبر يكسو جسمه، هذه الكلمة أو هذه العبارة تعبر عن الشكل الخارجي، تعبر عن شكله، هو الوبر يكسوه، لذلك سأتركها ضمن المجموعة، الصفات الخارجية هزيل الجسم والوبر يكسو جسمه. أما الصفات الداخلية، ما معنى الصفات الداخلية؟ تحدثنا عنها أيضا في الحلقة السابقة. الصفات الداخلية هي كل ما يتعلق بالشخصية أو بالفكر، بالذكاء. مسالم، مسالم تتعلق بشخصيته، هو مسالم أي هو يحب الآخرين لا يؤذي أحدا، لذلك سنتركها ضمن هذه المجموعة. صغير العينين، عندما أتحدث عن العينين، عندما أتحدث عنهما أقصد بهما الشكل أم المضمون؟ هل أقصد المظهر الخارجي أم شيء داخلي؟ ماذا أقصد؟ أقصد الشكل، لذلك هذه صغير العينين
تنتمي إلى الصفات الخارجية وليس الداخلية. سأشطبها. قوي الذاكرة. قوي الذاكرة هل تتعلق بالشكل أم بالمضمون؟ بالخارج أم بالداخل؟ بالقلب والفكر؟ قوي الذاكرة تتعلق بالصفات الداخلية، لذلك سأتركها ضمن هذه المجموعة. إذن الكلمة الدخيلة في المجموعة الأولى هي ذكي، والكلمة الدخيلة في المجموعة الثانية هي صغير العينين. اقرأوا معي هذا التمرين الآخر. أتبع المثال وأكتب. أضخم أطول. الفيل الهندي أطوع من الفيل الإغريقي. إذن الفيل نحن نعلم هو حيوان كبير جداً. الفيل الهندي أي الفيل الذي يأتي من بلد الهند. هل تعلمون هذا البلد؟ بلد الهند هو بلد آسيوي في قارة آسيا. الفيل الهندي أطوع أي لين أكثر، أي يمكننا تدريبه بسرعة أكبر. أطوع من الفيل الإغريقي، الإغريقي أي من اليونان. خرطوم الفيل، الآن نتحدث عن خرطومه. عندما نتحدث عن الخرطوم نتحدث عن الشكل الخارجي. خرطوم الفيل أضخم من ذيله أو أطول من ذيله؟ خرطوم الفيل أطول من ذيله. هل رأيتم يوما فيلا؟ خرطومه كبير جدا، إذن وطويل. خرطوم الفيل أطول من ذيله أي ذنبه، الخرطوم هو أطول بكثير. جسم الفيل، جسم الفيل كبير جدا، أليس كذلك؟ الثور جسمه كبير أيضا ولكنه أصغر حجما من الفيل، لذلك نقول جسم الفيل أضخم، أضخم أي أكبر، أضخم من جسم الثور. جسم الفيل أضخم من جسم الثور. إذن خرطوم الفيل أطول من ذيله وجسم الفيل أضخم من جسم الثور. هذه الكلمات تدل على المفاضلة. ما معنى المفاضلة؟ أي هناك أمر معين أكبر من غيره، أفضل من غيره في موضوع معين. عندما أقول أذكى، أنا أذكى من القرد مثلا، أنا أذكى من القرد، أي الذكاء عندي أكبر من عند القرد. مثلا عندما أقول أنا أطول من الفأر أو أنا أكبر من الفأر، أنا أكبر من الفأر، أي الكبر عندي هو أكثر من عند الفأر. إذن هنا هذه نستخدمها للمفاضلة. السؤال الأخير، أربط الكلمة بمعناها المناسب. هذه هي المرادفات. اللهو، تعلمناها هذه الكلمة، ما معنى اللهو؟ هل اللهو معناها مشهور؟ كلا، ما معنى مشهور؟ مشهور أي معروف، معروف في العالم. إذن اللهو اللعب والتسلية، تصلح لأن تكون مرادفا. اللهو معناها اللعب والتسلية. قلنا أن القردة تحب اللهو واللعب. هزيل الجسم، ما معنى هزيل الجسم؟ أيضا تحدثنا عنها، أي جسمه نحيف ضعيف نحيل. هزيل الجسم نصلها بنحيف. وفي النهاية معروف، ما معنى معروف؟ نقول مثلا هذا المغني معروف، أي هو مشهور. إذن سأضع أيضا خطا، معروف أي مشهور. اللهو اللعب والتسلية، هزيل الجسم أي نحيف، ومعروف أي مشهور. هذه هي المفردات. إذا أردتم أضيفوا على هذه الكلمات أو أضيفوها على العلبة، علبة المفردات أو المرادفات. اللهو وضعناها سابقا، هزيل الجسم وضعناها أيضا، دعوا الآن معروف أي مشهور أضيفوها. هكذا نكون قد أنهينا حلقتنا لليوم. لا تنسوا متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أراكم في حلقات لاحقة.